الله، ليش الله قطعوها؟ تلاحظ الله كنا قد جميلة بجماعة الأغنية وكلش حمد. طولت الأغنية. حمد. أحب منو مشاهدينا بحلقة جديدة من هاشتاج شباب، ونقول لكم مساء الخير عليكم ومساء العافية والمحبة، ويا ربي يوم موفق. راح نكون وياكم على مدار ساعة من الوقت بفقراتنا وأيضا ضيوفنا، وهاي الثلة المباركة على قولة سيف. مساء الخير عليكم. مساء الخير عليك إلا، مساء الخير عليك سيف، ومساء الخير والحب والصحة والعافية والسعادة لكل متابعينا ومشاهدينا من قناة دبليو تي في، وأكيد من برنامجنا هاشتاج شباب. مثل ما عودناكم حنكون وياكم على مدار ساعة من الوقت، ويانا بأحلى وأمتع المواضيع اللي راح ترافقونا بيها. مساء الخير لكل متابعي دبليو تي في، اهلا بكم بحلقه جديده من هاشتاج شباب، حلقه منوعه بها هواي مواضيع راح نتناولها ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. مثل ما اقول لكم دائما تجرعونا على مدار الوقت القادم ان شاء الله، راح نصحبكم بهذه الحلقه اني والثله المباركه، واكيد زميلاتي من على يميني وعلى يساري. شلونكم؟ شو اخباركم؟ شلون يومكم؟ والله زين. شلونك؟ زين، ماشي الحال. لو زين الحمد لله. هذه الكلمة الحمد لله لكل الحالات، على كل حال زين مو زين، الحمد لله خلاص. الحمد لله وشكرا. الحمد لله وشكرا دائما وابدا، دائما وابدا هو المفروض يعني يكون، بس اكو ناس لا، اكو ناس تعدد حالات، لا اكو ناس اصلا ما عندها شو اسمه، شو كنت ما تروح علي يبكي هو زين مو زين، ما لا ما اقدر وما اي 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 شايف اني ترافق شخص ما معين ودائما كل ما تروح له مو زين، كذا شغله كذا شغله ما عندي، كذا شغله ما عندي، هيك صار هيك صار، حتلاحظ نفسك انه انت بعد ما كانت عندك الطاقه الايجابيه خلاص انه انت تكئبت وصرت بقوقعه كلها سلبيه، بديت تتذكر اشياء يعني. اوكي احنا مرات نقول لك لا، نقول انه انت بس صادق للشخص الايجابي اللي دائما حياته مفرحه وفاني وضحك، لا هو مو شرط كل انسان عنده تفاصيل بحياته يعني، بس اذا دائما كل الشخص انه هو سلبي 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 راح تكرهين بالضبط الشخص السلبي يعني. كل انسان عنده منغصات بحياته، ماكو احد حياته خلينا نقول كامله وبيرفكت، بس اكو شخص يتعامل وياها انه عادي، واكو شخص يتعامل وياها بايجابيه حتى يحولها لفشي زين، واكو شخص يتجاهلها، واكو شخص من لا شيء يسوي شيء وماكو مشكله يسوي مشكله ويظل ينق اللي احنا نسميه النقاق، يظل طول اليوم خلاص كل يوم صار ما حلو بسبب موقف ما معين وينتقل هذا وذاك، حياته خلصت. احيانا هو يمكن يكون وياك شكل ويا الناس اخرين شكل، ممكن يصنع لك هاي الشخصيه السلبيه، وهو يجوز يمارس حياته بطاقه ايجابيه بس دائما يقول لك هاي أو الصوره السلبيه او العكس اي يعني بغض النظر بس انه هو حسب انت شنو بالنسبه له يوصل لك فكره معينه فعلا اي هاي مرات هم توقف على الشخص المقابل انه انت شنو صحيح. هذا الشخص يعني لك تتعامل وياه على اساس هذا على اساس هذا الموضوع، لكن مو هذا، هذا زين ممكن تتعامل وياه، هذا اللي اذا كان يحبك مثلا او كان يعتبر صديقك او هاي ويتعامل وياك بطريقه ايجابيه ويا الناس بطريقه سلبيه، هذا الموضوع زين، هذا الموضوع اكو بالعكس اكو يمكن يشوفك لان انت قريب عليه فهو يقدر يشكي لك، يقدر يشكي لك وبحجه انت صديقي واشكي لك يجي نكد، بس ما نقدر احنا ما تعرفني بس بالنكد، بس شخص مقرب لك بس بالنكد والطاقه السلبيه، واجي اقول لك انا دائما هيك وهيك وخلص، انه انت جايه تشوفيني ممكن احنا نطلع من الشيء اللي احنا بيه وندخل بمود جديد، لا او لا تظلي مثلا انه تعيدين بنفس الموضوع، خلاص افتهمت انه مثلا انت ضايجه على الشيء الفلاني وهو وراك ممكن او هي وراك ممكن تمارس حياتها طبيعي صحيح، هي بعد هاي ذبت الطاقه السلبيه بيش بعد تمارس حياتها عادي، الطاقه السلبيه اكو هواي اشخاص عندهم شلون نقول اكثر من وجه، مرة وجه وياك وجه مع غيرك ممكن هي تكون إيجابية، وجه مع أنا أوكي هذا موضوع طبيعي، هذا موضوع طبيعي، إذا كان قضية تعدد الوجوه بجانب الإيجابي والإيجابية والسلبية، وهو إذا حبك يتعاملك بطريقة أو ممكن يمون عليك ويتعامل، هذا موضوع طبيعي جدا وممكن أن أنت تتحمل، لكن إذا نتكلم عن تعدد الوجوه عند الناس اللي يتعاملون وياك ويحجون بظهرك هذا موضوع ثاني، أما يمكن صح. إذا نريد فنتكلم عن هذا الموضوع، اذا اتكلم عن تعدد الوجوه اتكلم عن هذا الموضوع كانها هي السلبيه، خلينا نقول على الناس تعرف اللي تعرف عليها بهذا المصطلح، اي على الناس اللي تشوفك شيء وبظهرك يكون شيء اخر، تحكي بوجهك شيء وبظهرك تحكي
شيء ثاني. هذا الموضوع المهم. يعني سؤال هو ممكن نطرحه، أنت سوزان أو إلا، شلون تتعاملون مع هذا الشخص إذا اكتشفتوا، إذا اكتشفتوا إنه هذا الشخص اللي وياكم معيشكم بحياة وردية وجميلة، لكن ظهركم هو يحكي عليكم يسوي لكم مشاكل، شو ممكن تتعامل من هذا الموضوع؟ آخر فترة عرفت أكثر شيء عن هذا الموضوع، فقلت لما أكو شخص أعرفه أنه هو حتشاي وجهه بالمعنى العراقي أنطي على مية. شلون أنطي على مية؟ أنه أوكي أمشي وياه، واللي يريده أو عكس اللي يريده أخليه بين حيرة بين هذا الشيء يريد، أنطي الشيء اللي يريده وأنا أعرف أنه هو ممكن ديجامني أو ديحكي بظهري، اوكي خلاص مثل ما انت تريد اجي على مايك. قصدك تظلين انت تتصرفين وياه نفس الشيء، ما تحسين انه انت مثلا عرفتي طبيعته او شيء؟ لكن بالعكس، بس هو لما راح يتعامل وياي او يريد شيء من عندي او يحكي لي على شغله ما راح اقدر اتقبله، ولا راح اقدر انه اني ممكن يعني ياخذ هو بمجرى على مايا وياي. قصدك تبقين وياه بنفس التصرفات ما تبيني له رده فعل؟ شلون واحد انا اقول لك اعرف اللي بيك، لكن تبدي تكونين حذره من انا اعرف اللي بيك واكون حذره بحيث ما انطق كل شيء، ما احكي كل شيء، بس انطيك عكس ما انه انت تريد، حتضل محتار بين انه هذا الشخص شنو المقابل. ممكن هذا الاسلوب يفيد مع بعض الاشخاص. انا بالنسبه لي اكتفي انه انا هيك اشخاص ما تعب نفسي وياهم اصلا، اكتفي انه ابتعد عنهم او اخليهم يبتعدون عني. انا انتقد بس احيانا اغلب الناس من هاي النوعيه يكون احتكاكنا بهم مثلا بمكان دراسه او بمكان عمل، او مرات يكون من ضمن العائله الكبيره، مو الاسره، ممكن من العائله الكبيره، فانت تضطر تتعامل وياه بشكل يومي، ما تقدر يعني بشكل كامل تبعده عن حياتك. فانا اليوم شو اسوي؟ اتجاهله وما اختلط وياه بكثره، بكل اختصار يعني حتى ما تعب نفسي. انت انا ينتقل ما دائما يعني. الدراما بس انا دائما الدراما اي لا شلون شلون تنتقل؟ يعني يا ويل اللي اكتشف انه هيك يسوي، عايشه حياه جحيم. يعني شو تسوي مثلا؟ ما ادري حسب الشخص. هو يمكن اني قلبتك وحشه الشخص لما نشوفه هيك شيء ما نكون بوجه لوجه ممكن ننتقم عنده بطريقه غير مباشره. انت حكيت علي انا اوكي اتصرف وياك موديه اوكي بس انتظر من عندي انا هوريك انا هوريك. ولو هذا الموضوع صار طبيعي هسه بالوقت الحالي يعني يمكن احنا كنا نمر بيه. وين اذا تلاحظون اكو نفس القضيه بالسوشيال ميديا صحيح، يعني اكو ناس تحكي عليك منقولك لا هو يحكي عليك يكتب مثلا عليك تعليق او يدز لك رساله مثلا على صفحه معينه يغلط ويسب وينتقص من عندك، بس تفوت عليه تقول له ليش مثلا؟ انا اسف بالضبط حبيبي انت قلبي انا بتعليك اصلا هنا انا فوت بموضوع الانفصام. والله جد جد والله انا اكثر حالات تصير وياي لما انه مثلا ما اجاوب بدون قصد بسبب العمل المشاغل الحياه اليوميه، تعرفين اكثر شخص يدخل لك على الدايركت فيبعث لك مسجات اكثر من مره، بعدها انت فقط انه انت اي بالضبط. فصار الوجه الثاني انه هو بدا يعني بالغلط والكلام البذيء وهيك، فدخلت ليش تغلط ودزيت مثلا سكرين بكلامه ما شاء الله انا اتمنى هيك انا اتمنى انه انا احكي وياك، لا تشوفين الفرق بين الجهتين. لا انا اعتذر بس والله مو هيك كان قصدي. يعني شلون كان مرات تصير مثلا بين الصديقات هن مثلا جروب خلينا نقول ثلاث بنات، يجن وحده تروح يم الاخت تحكي عليها هاي الثالثه بعدين يروحن اثنيناتهم كلش تعيسين يروحن عليها ويقعدون عادي شله ويشاقون ويضحكون، وقبل شوي اثنيناتهم شايفين ولما يرجعون البيت وحده تخابر الاخت شفتي شنو الموضوع سويتي هاي هيك بالضبط يعني هيك هي قصدها هي الحياه صارت يعني غريبه والله. لا هذا انفصام مو وجهي انا ما احب انا ما احب هيك قاعده صراحه انه مال اقعد ويا اشخاص واعرفهم انه هم بعد ما انه احنا نخلص القعده او هيك شيء ممكن يصير فتداول كلام وهذا حدث وهذا اللي صار وهيك شيء حكت نواي. انا هيك الجروبات كلش ابتعد عنها لان انا جايه قاعده دا اخذ راحتي دا احكي براحتي دا اتونس، ممكن يصير نقاشات بعدين ممكن انه ياخذ هذا الكلام بسبب انه هذا الكلام اللي صار ويصير بعدين خلف الظهر واحد يحكي عليه. بس البنات اكثر عندنا هاي الفات من الولد تدري ليش؟ بسبب نسبه الفضاوه مع احترامي يعني كل البنات، بس اغلب البنات اليوم ما يشتغلون مثلا او خلصت دراستها وقعدت بالبيت فاضيه ما عندها شيء،
محور حياتها مثلا تكون عائلتها صديقاتها وطبتها وطلعتها وياهم او جيتهم عليها فشيء طبيعي يعني ما عنده شيء تسوي بحياتها بس تقلب بالانستغرام تحكي على هذه تطلع ويا هذه ترجع تحكي على هذه. خلينا احس اقول شيء ان شاء الله اهم اذا كان ولد او بنات لما يشوفون شخص عنده عمله ناجح ملتي بحياته يعني بشغله وماخذ اكثر من شيء يجون يخشون بيناتهم وخاصه لوحده اللي ما عندها شيء وتصنع من الفراغ من القال والقيل يا معوده هاي شنو يا معوده هاي شنو لو بس تتمنى هي تكون بمكانها بهذا الانشغال بالعمل ولو حتى يعني صحت لها خلينا نقول الفرصه راح تسوي مثلها ويمكن اكثر. بالضبط. الله ينجينا ان شاء الله استاذ سيف المنتقم. الله ينجينا من هاي الناس صراحه وتشفينا شرهم لانه هذول يسببون مشاكل كلش هوايه. الله يحمي الجميع. خلينا نروح لفاصل بعدها ننتقل لفقره ثانيه. أكيد رجعنا وياكم بعد هذا الفاصل القصير ونروح للفقرة الثانية من برنامجنا من حلقتنا من برنامجنا أفضل أخبار التكنولوجيا. أول خبر ويانا يقول لمفاجأة من إنستغرام إخفاء صور الفوتوشوب. بدأت إنستغرام بإخفاء الصور المعدلة حاسوبيا من قبل الفنانين والمصورين الرقميين من علامة تبويب اكتشف وصفحات الرسوم قارئ تبويب اكفد شيء اسمه استكشف وجواء اسمه صفحات الوسوم. الوسوم ايه. اوكي ها اول مره اعرف بها ترجميها للعربي. حلو. وياتي ذلك بعد ان اعلنت المنصه في شهر ديسمبر الماضي عن طرحها ميزه التحذير من المعلومات الكاذبه التي تستخدم مدققي الحقائق من طرف ثالث للحد من انتشار المعلومات الخاطئة. وتحدد الميزة الآن بعض الأعمال الفنية التي يتم معالجتها رقميا على أنها معلومات خاطئة وتخفي الصور. وبالرغم من أن سياسات إنستغرام الجديدة فيما يتعلق بالصور المزيفة قد تساعد في وقف موجة الدعاية الكاذبة إلا أنها تسبب الضرر لبعض الفنانين الذين يعتمدون على المنصة للترويج لأعمالهم. وفي حالة وضع علامة على صورة مزيفة فإن قيود إنستغرام تقلل من فرصة مشاهدتها من قبل الآخرين على المنصة، بالإضافة إلى كونها مخفية وراء شاشة إضافية تطلب من المستخدمين النقر فوقها لرؤية الصورة، كما تتم إزالتها أيضا من صفحة استكشف والمحتوى الرائج. والله يعني يا ريت يسوون هذا الشيء فعليا كلش يعني ممكن نشوف هاي يعني مفيدة. راح نخلص من هوايه مثل دعايات وترويج مزيفه يعني بالاضافه الى العقد اللي دي يسببوها هذول الاشخاص ينزلون الصور المعدله بالفوتوشوب بشكل كبير اللي دي يسببوها لمستخدمين التطبيقات مال السوشيال ميديا بحيث البنات او الشباب اليوم يشوفون صور مثاليه فيتخيلون انه الحقيقه هيجي فيظلون حياتهم كلها او يصرفون كل ما يملكون على مود شنو عمود يوصلون لهاي الصوره المثاليه وهي بالحقيقه مليانه فوتوشوب وتعديل. والدليل سوزان تحكي الدليل انه كواية من مشاهير السوشيال ميديا اذا طلعوا برا الناس تعرفهم. صحيح لان شكلهم يختلف بين الفلاتر وبين فلتر الفوتوشوب ونحت وما ادري شنو هاي بحيث تطلع او يشكون بيهم يعني تطلع كارد الشوب انت لو مو انت حتى تريم بشكل يختلف. بعض الاشخاص لما يعني يشوفون اخبار مزيفه لهم اذا واحد يريد يمسحها كانت تكلف كثير من المال لاشخاص ما معينه حتى يمسح لك منشور ما معين او منشور مروج لك بطريقه ما مزيفه واخبار كاذبه فبالتالي حلو ممكن احنا نتخلص من هاي الحاله بانه انستغرام هي اللي طبقت هذه الميزه حديثه تقلل من المشاكل وحتى الماديه ممكن اللي يدفعها من خلال هذا المنشور. بس هنا قضيه الصور المعدله بالفوتوشوب راح تسبب مشاكل راح تسد حسابات هواي فنانين حيروح شغلهم كله مو فنانين ممكن حتى الاخبار الكاذبه سيئه الناشطين هواي راح تاثر عليهم. اكو فنانين ينشرون الاخبار الكاذبه حتى يروجون نفسهم وحتى يسوون بروباغندا حتى الناس تحكي بيهم يعني مرات هاي الاخبار الكاذبه هم اصلا منزلين الشخص المعني
لو يسوي حادث بالضبط. لو ما اعرف شنو على لو تزوج لو تطلق ويطلع احلى شيء يطلع هو ينفي لا ما صار هيك شيء. يعني هي اعتقد هسه سياسه حتى الفيسبوك والانستغرام مع انه هو يمكن جزء من الفيسبوك صار قام يشتغلون على قضيه التدقيق. اذا نتكلم عن تدقيق المعلومات وتدقيق كل الحسابات ايضا تدقيق كل ما ينشر على صفحاتها، وبالتالي تحاول انه هي تحول هذه المنصه الى منصه بعيده أكثر تماما اكثر واقعيه بعيده تماما الدقة. عن التزييف يعني بها دقه حتى كبيرة. الناس ممكن لا تنشر فتشي تاخذ راحتها اكثر انه هذا ما راح يتزيف ما راح ياخذ بصفحات يعني ما مهمه ما معينه او بخبر كاذب او يكون دمج بين صور ثانيه. هي باهي انه انا ما اعرف ليش انه مثلا هم اللي يعدلون صورهم يلا يعني والنوب المشكله التعديل الا انت تحكين التعديل مو تعديل هيك شيء مثلا انه انا اخلي فلتر اخلي فلتر ويطلع خلاص لا تعديل ما يقارب 50% الخشم والعين والشعر والحلق والجسم وكل كل هذا اشياء كل هاي تتغير يعني انت تشوف كائن وبالحقيقه كائن ثاني فعلا غريب. هذا الشيء اغلب الاشخاص دائما يقول لك شوفك اوكي زين انت بالحقيقه ما تتوقع الناس راح تشوفك؟ حتى سنفرض انه انت سويت على مود الاعلانات، طيب ما ممكن صاحب هذا المحل او صاحب هذه الماركه يريد يشوفك على مود يتفق وياك على اعلان. اغلب الاحيان الاشخاص لما يشوفوهم مرات انه عندي اصدقاء وصديقات يقولون تعرفين هذا الفلان انه اوكي حلوه او الفلانيه كذا حلوه هاي، بس تدرين انه هي بالواقع ايش قد انه هي تختلف رسميا عن ما هي بالصور صحيح. فصار انه كل صدمه بهذا الموضوع، فانت دائما اغلب الاحيان لما تريد تشوف شخص خلاص ابتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي البنات كيف وشوفها بالحقيقه البنات كيف على هذا الموضوع؟ لا حيسدون حسابات خصوصا دني لا لا مو هاي اي خلي بينا على حقيقتين خلي طلع عن وجوهنا الحقيقيه شوف مو هو السبب انه يستخدمون فوتوشوب هوايه بالذات مثلا الفنانين او الاشخاص المعروفين مو شرط مثلا يكون هي مثلا حلوه او اصلا تحتاج فوتوشوب لكن الفكره انه دائما يحاولون يوصلون للمثاليه لانه يعني رضا الناس غايه لا تدرك فهم يتخيلون من راح يسوون الصوره مثاليه الناس كلها حترضى عليها والتعليقات كلها راح تكون ايجابيه فعلا فلذلك يستخدمون مويه فوتوشوب حلو حتى يعني يستخدمون رضا الناس خلينا نقول لا بالعكس يلا دع اشوفك انت تستخدم مويه فلاتر و لا مو لي بالنسبه لي مو خوش خبر للناس انا بالنسبه لي حتى لا بالعكس الواحد اللي متعود يكون على طبيعته ايجابيه انه حيقلل هم من الاعلانات الكاذبه والغش والبيع والشراء على الانترنت مثل ما ذكرت قبل فتره همين سووها بالسرعه تجريبيا اخفاء عدد مرات المشاهده للفيديوهات اللي موجوده على على الانستغرام انستغرام يعني بعد انت ما تجي نانا عندي 200 الف مشاهده 300 الف مشاهده هي اصلا اعاده بالمشاهد لا بس ما يصير هيك واحد يعني ياخذ خلينا نقول احصاءات بالنسبه للاشخاص اللي ماخذين هذه الصفحات كبزنس مو كمثلا صفحه شخصيه نقدر نقول يهمهم يعرفون يعني مو نقدر نقول كل يعني. الاشياء ممكن يفعلوها تكون مرضيه للناس بعض الاشياء ممكن الاطراف يطبقوها مرات حتى بتحديثات اذا كان سناب شات انستغرام مرات تصير تحديثات العالم كلها تنزعج من هذا التحديث مثل ما ذكرنا سابقا كان السناب شات وصار عليها تحديث صارت ضجه كل شيء كبيره لحد ما الناس تعودت واخذت ايديها على البرنامج بعد اكثر تمام للخبر الثاني في اطار سناب شات والسوشيال ميديا مؤسس سناب شات يفجع انستغرام اكد الرئيس التنفيذي لشركه سناب شات مالكه التطبيق ان تطبيق تيك توك يمكن ان يتفوق على تطبيق انستغرام المملوك لشركه فيسبوك في التفاصيل قارن ايفان شبيغل المحتوى الموجود على انستغرام بمحتوى منصه مشاركة الفيديو القصير تيك توك الذي أصبح يحظى بشعبية هائلة بين أوساط الشباب في جميع أنحاء العالم خاصة في الولايات المتحدة من المفترض أن تطبيق سناب شات هو واحد من الكثيرين غيره يعمل لتسلية المستخدمين عن طريق التقاط صور وفيديوهات وما إلى ذلك وقال المؤسس لسناب شات في مؤتمر التصميم الرقمي للحياة في ميونخ يوم الأحد متحدثا عن انستغرام أن المحتوى القائم على المواهب على تطبيق تيك توك المملوك للشركة الصينية هو في كثير من الأحيان أكثر إثارة للاهتمام من المحتوى القائم على الحالة وردا على ما إذا كان تيك توك سيتفوق على انستغرام قال شبيغل هذا ممكن
شنو رايكم؟ انا صراحه لحد الان ما منزله تيك توك ولا انا اعتقد اني نزلتها تدرون بس ما اعرف شلون ابغى، بس مجرد انه هي فيديوهات لعالم ما بلايكات بمشاهده، بس ما اعرف شنو الحلو بي ممكن انه اني استفاد من عنده. يمكن يعني مثل سناب شات اول ما نزل واجهنا صعوبه باستخدامها، وايضا تيك توك ترى صار له انه فتره يعني صار له كثير من الاشخاص إيه، بس هاي الفتره كثر استخدامه هذا التطبيق مال اغاني اعتقد انه يسرع الاغاني والفيديوهات والاشياء يعني ممكن انه انت ما اعرف، بس تدرين اني لاحظت بي كميه مشاهده كلش كبيره، يعني لاحظت بالاف الاشخاص. يمكن السبب السبب انه الناس دائما تميل للتجديد، فخلينا نقول التطبيق نزل على الساحه جديد، يعني هو موجود اصلا بس كثره استخدامه بالاونه الاخيره والناس تحب تجدد. مو بس هاي الناس تدور على السهوله، اشياء سهله يعني مثلا سناب شات ورا ما سووا التحديث الجديد فقد هوايه من الناشطين والمستخدمين خلال الفتره من التحديث وحتى هذا اللحظه. يعني اذا هوايه من الناس تسالهم انا سناب شات يقول لك لا انا منزله على مود اخلي بيه فلتر لا اكثر ولا اقل، استخدم الفلتر بس انا مو من الناس النشطين واللي موجودين على وهم انا من زادوا وقت الفيديو تقدر انت تصور اكثر من فيديو متتابعة، صار المتابعات مشاهدة عالية انه متابعة يعني استخدامه والناس اللي تتابع اقل لانه وقت التحميل مالته صار طويل صار ثقيل البرنامج يعني هو اختلف. احنا هسا السناب شات عندنا شوية مشكلة به لانه قبل كانت كمية المشاهدة كلش كبيرة، حتى اغلب المشاهير الموجودين عانوا من هذا الموضوع، كانت المشاهدة كلش خيالية. بلحظة ما معينة بعد ما حدث هذا التحديث انخفضت المشاهدات إلى نص أو الربع، يعني مرات أكو أشخاص إلى ربع بعد ما كانت كل إعلاناتهم وكل شغلهم على سناب شات. فعلا هذا اللي بدأ يصير. فأعتقد يعني ما أدري، أنا التصريح شوي لفت انتباهي بأنه أنت تحكي على انستغرام لكن انت تطبيقك اصلا يعني صار ايضا بدا يتراجع، وهو اصلا تيك توك تفوق عليك انت ايضا. صراحه انا اشوف انستغرام اكثر تطبيق ستيبل بالاستخدام، ممكن. يعني اكثر تطبيق مستقر. خلينا نقول عامه بالسوشيال ميديا من كل دول العالم تقدرين تشوفين، يعني فيسبوك ممكن شويه محدد الا اذا تتابعين شخص ما معين، السناب اللي ده انت تتابعين تروحين تشوفين، اما الانستغرام بي من كل الدول بي المشاهده ده، يعني ده تشوف الصور الفيديوهات سهولة التصفح من الفاشن من الحياه من الروتين اليومي لبعض الاشخاص صح. فعلى مطلع كلش كبير. زين يلا نروح الخبر الاخر. يحكون على الانستغرام. يلا تحذير من استخدام سماعات الايربودز المزيفه. كشفت مجلة 60 مليون مستهلك الفرنسية أن سماعات الإيربودز اللاسلكية غير الأصلية والتي يتم إنتاجها في الصين تشكل خطراً على مستخدمها لأنها قد تضر بالأذنين، وتعمل هذه السماعات على إنتاج صوتيات غير متوافقة مع المعايير، كما أن أسعارها منخفضة جداً عن السعر الأصلي الذي يتراوح بين $159 و$250. ولفتت المجلة إلى أن غالبية المنتجات المقلدة أو غير الأصلية لا تلتزم بمعايير التصنيع التي تضمن الحماية والأمانة للمستخدم، ولهذا لا يوصى بهذه المنتجات. يعني أعتقد مو دائما المقلدة يعني أسوأ من الأصلية. لا تدرين ليش؟ هم كاتبين هذه الشركات، الشركات المهمه والشركات اللي عندها اسم بعالم التكنولوجيا باي شركه كانت، مو فقط عالم التكنولوجيا باي اختصاص كان، هذه صارت شركه مهمه ورصينه لانه هي عندها معايير جوده تلتزم بها تمام، حتى بالضبط حتى ما تاثر على المستهلك اللي يقتنيه، وتخليك انه انت اذا تفكر تشتري اي شيء او تغير اي منتج ما تروح لغير هذه الشركه. قضيه الايربودز نفس الشيء، انه هم مسويها وفق مواصفات معينه، انه هي الذبذبات الصوتيه ما تاثر على المدري شنو داخل الاذن، كميه الشحن الموجوده ما اعرف ايش بيها، الموجات الصوتيه هذه الاشياء كلها تمام، هي معايير محدده. مو تجي انت تسويها يبيعوها ب $200 انت تبيعها ب $10 على كذا ما تقدر تقنع الناس ذوي الدخل المحدود بهذا الشيء. لا هم اكيد انا هم يشوفوها شنو يشوفوها نفس الشكل ويسمعون نفس الصوت
مع العلم شنو ورخص اكثر يعني بالضبط بس تكلفتها يا اخي يقول خلينا نقول يقدرون عليها مو مثل الاصليه مع العلم انه هو ممكن خلال سنه يصرف من هذه المو أصلية بمقدار بسعر وحدة أصلية ممكن تبقى عدة ثلاث سنين هذا بس احنا اليوم ممكن نلاحظ اغلب الاشخاص يقتنون الاشياء الرخيصة من الاشياء الصوتية او الالكترونية التطبيقات الالكترونية الموجودة مو عفوا تطبيقات الاشياء الصوتية مثلا حتى الاسلاك الشحن وغيرها احنا نشوفها ممكن بالشارع ممكن يبيع لك شحن ايفون بألف وألفين وهي الشحنة الأصلية ممكن تساوي $30 $40 لا هي مو مشكلة هي حتأذيلك التليفون اللي هو أغلى من الشحنة تأذي التليفون بس الناس هنا كل شيء يحبون الرخص المشكلة مو بس هاي في بعض الحالات لكن اكو حالات ممكن تأذيك أنت تأذي هذا كل جهاز صوتي أو غيره بي موجات صوتية ممكن تأثر عليك بسماعات أو غيره بها ضرر اليوم من يجي يبيع لك منتج على أنه هو أصلي وبسعره الأصلي بس هو مو أصلي أنت هنا شو تسوي؟ هي هنا المشكلة الأكبر لما أنت تروح وتريد تشتري أصلي فوقها ينطيك شيء مو أصلي بسعر الأصلي ولما أنت تجي تتناقش وياه لا أنه هو أصلي بس إحنا نبيعه بسعر رخيص وأنت تعرفي هو سعر غالي لا مرات يبيعوا الشيء عادي بسعر الأصلي بسعر الأصلي ومرات يعني حتى بعض الأشخاص لما يبيعونه بسعر رخيص يقول لك هو لا أصلي هذا بس أنا دا أبيعه برخص لا ذولي كل شيء يبيعوا غالي مو؟ إذا مثلا ذكري له في سعر معين أنت سمعتي بيه لا ذولا دي يحملون عليك يحملون عليك هواية سعر أنا دا أبيع لك شاب سعر مناسب وأصلي ليش حتى استفاد يعني هو ممكن إنه هذول الناس سووا يعني هذه الشركات سوت هذه المنتجات ممكن تقلل من معايير الجودة مالتها حتى تناسب ذوي الدخل المحدود واللي يحاولون ان هم يواكبون التطور التكنولوجي فلهذا يسوون لهم اشياء على قد على يعني قدر وضعهم الاقتصادي خلينا نقول اللي يقدرون من خلاله ان هم يقتنون هذه الاشياء وبالتالي وجهة نظر السوق موجود وبي كل الاشياء اذا اكو $100 واكو $300 تمام وانت بكيفك حسب قدرتك الاستهلاكيه او حسب وجهه نظرك تشتري لا حسب واحد موسيقى. يقدر هاي مرات واحد يقدر بس يقول لك خليني اخذ الرخيص خلاص يعني هذا اقتناع انه هو عنده بس مع انه هو بقيه اليوم ممكن يصرف الفرق اي بس يعني ما اعرف انا بالنسبه لي ما احبهن اصلا بس ما احب ما اعرف اي ما ارتاح من تروح جيم او تستخدمهم مثلا بالطريق او هيك شيء راح تحبهن لانه بدون اسلاك يعني عادي ألف لف نفسي بس لاك ولا ما عندي مشكلة أنا بالموضوع وبالتالي نرجع ونقول السوق موجود أنت بكيفك تقدر تختار خلينا نأخذ فاصل حتى نروح لفقرة أخرى من فقرات أخرى معلشنا. أكيد رجعنا وياكم بعد هذا الفاصل ونروح للفقرة الأخيرة من حلقتنا لهاي اليوم هي الأخبار المنوعة نروح لأول خبر ويانا مشهد صادم سيدة تسقط من أعلى برج وتسير على قدميها سبحان الله كشفت لقطات صادمة لحظة سقوط سيدة بالغة من العمر 27 عاما تسقط من مسافة 90 قدما من أعلى برج روسي إلى منحدر ثلجي ولذلك قبل أن يختل توازنها وتسقط من المبنى الشاهق وتظهر اللقطات المروعة المرأة وهي تنقلب عدة مرات في الهواء أثناء سقوطها لمدة 3 ثوان من الطابق 9 في مبنى سكني في مدينة روسية ويمكن مشاهدة السيدة وهي تسقط بلا حركة على الكتل الجليدية الكائنة أسفل البروج الذي سقطت منه
ولكن كانت المفاجأة أن السيدة لم تصب بأذى بعد سقوطها المميت، لتقف على قدميها مرة أخرى وتسير بهدوء بعد امتصاص صدمتها غير المتوقعة. فديك بصف السيارة شفتوها؟ بصف السيارة بس شوي واعد ديش قاعدة راح تقوم تمشي. واو. هذيك واع مشت راح. يعني عادي راح تجيب صمون شيتت من فوق. شلون كيف حتى لا هسه نقدر نقول بجملة مختصرة العناية الإلهية انه هي نقضت هذا الشخص. والله مو يومها. فعلا هي العناية الإلهية انه نقضت هذا الشخص انه هو ما كان هذا يومها، فبالتالي مرات تصير حوادث كبيرة لا سمح الله تؤدي الى الموت، لكن نشوف انه احنا ما تصاب اي ضرر بينا وعادي. فالعناية الإلهية نقول عليها دفع بلا محظوظة، لازم تدفع. ممكن ناس تقول محظوظة، ناس يقولون دفع بلا، ناس يقولون رحمة الله. بعدين هو يمكن ما شاء الله ليش يقولون الناس وفر محظوظ يعني ثلج من واحد ما يصير به شيء. ايوه بخت داهم شيء من التاسع. لا هاي عين هاي انت من التاسع واقعه زين قعدت باعت قامت مشت. هذا حظه مو حظ؟ ها شوف صار انسرت مو صح لو لا بالطابق لو تتكسر رجلك من التاسع انت بس تضرب رجلك اصلا عندك كسر بس سبحان الله. لا تلبس اجلكم الله حذاء ضيق رجلك الطق يلا. شنو هاي يلا؟ يلا شنو هاي يلا؟ شنو؟ بنفس الصباح؟ بنفس الصباح عجيب. مشاهدينا ننتقل لخبر اخر بالاخبار المنوعه. لحظه اصطدام قطار بشاحنه علقت على القضبان. نشرت صحيفه ديلي ميل البريطانيه لقطات مصوره ترصد لحظه اصطدام قطار بشاحنه في مشهد صادم، وذلك بعد ان علقت هذه الشاحنه على القضبان على نحو مفاجئ اثناء محاوله قائدها عبور مزلقة القطار، وباءت كافة محاولاتها لتدفعها بعيدا عن مسار القطار بالفشل. وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع بمدينة ناخون باثوم في تايلاند وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أثناء عودة قائد الشاحنة بتاك تابسوك إلى منزله بعد حصاد محصول قصب السكر وتحميله على شاحنته، حيث أنه عند محاولته عبور مزلقة القطار علق الإطار الخلفي للشاحنة في الفجوة الموجودة بين القضبان، ولم يعد في إمكانه التحرك بها إطلاقا، وخرج بعد ذلك من الشاحنة كي يتبين سبب هذه المشكلة. ولم يمضي وقت طويل حتى تدخل مجموعة من قائدي الدراجات لمساعدته، وحاول مساعدته في دفع الشاحنة بعيدا عن مسار القطار قدر مستطاعهم لكن دون جدوى. باع الفيديو باع خلاص هاي راح انتهت. يعني معقولة دولة 10 أشخاص ما قدروا يدفعوها؟ مو هي أصلا لأنه بها حمل. حتى لو بها حمل، حتى لو حمل بس ممكن يعني لو رافعيها مثلا صح؟ لو رافعين هاك واحد لو باع على سيارته شلون تندع الباع؟ بالاضافه الى واحد باع على سيارته شلون تندع؟ ماكو هيك انه هي يعني لا لا بالاضافه الى الثقل انه هي خطير. علقت بال ال شفت خطير هسه طلعت شفتوا؟ هسه طلعت كلش عادي يعني طلعت جد مسكين والله العظيم هذا حظه شفتوا هيك من التاسع اللي شفته وهذا بهذا بحفره ما قدر يطلع السياره هذيك وقعت من التاسع وراح محصوله يعني اثنيناتهم محصوله وسيارته وحظه كله راح حتى الحظ وياه هذا هم راح الله يرزقنا حظ. لا بالعكس خلينا نخبر هذا الشخص انكتب له عمر مره ثانيه ونقد من هذا الموقف خلاص. شو النقد من هذا الموقف؟ والله جديات ليش احنا نقول احنا دائما نقول محصوله والماده اذا هي النفس موجودة والروح موجودة خلاص بس كان موجود القطار سوزان القطار كان موجود بس لو كان انه هاي بلحظة ما معينة حتى هو ما يقدر يطلع. الفكرة تدري شنو؟ انه يوميا عادي 16000 سيارة تفوت على السكة عادي اليوم هو من وعصت و10 يشيلون بالسيارة 10 يشيلون بالسيارة مسكين والله ومن شالت مسكين شو الحظ هذا؟ بمن مصبح؟ هيك خليني اقول لك والله يا باتاك بيتاك تاب سوك انت ما عندك حظ روح طقطق حرمل تايلندي روح سوي لك سالفه والله هي لا شبش شنو؟ اي هسه شنو وين وصلنا؟ وصلنا للمومياء مومياء يلا الخبر الاخير
يقول لك مومياء تتحدث خبر بعد 3000 عام على تحنيطها. هذا الخبر اليوم صراحة قرأت الصبح. اكتشاف علمي. اكتشاف علمي مذهل. العلماء قدروا يتوصلون إلى صوت مومياء مصرية لأول مرة بعد 3000 عام على وفاتها وتحنيطها. يعود الصوت إلى كاهن مصري يدعى نيسيامون، أوكي، اللي كان عايش بزمن الفرعون رمسيس، يعني سنة 11 قبل الميلاد، تخيلوا، بحسب صحيفة التلغراف البريطانية. هذول سووا واستنتجوا صوته ليش؟ بعد ما طبعوا نسخة ثلاثية الأبعاد من قناته الصوتية. تشوف العالم ليش القناة الصوتية بعد موجودة بالمومياء مثلا؟ اي لأن هم باعي أعادوا بناء قناته الصوتية، قناته الصوتية هو مو محنط، فأعادوا بناء قناته الصوتية بشكل ثلاثي الأبعاد، يعني بشكل رقمي، بعدين رجعوا إنتاجها طلعوا الصوت. ماي جاد، وين وصلنا بالعلم سيف؟ واو، وصلنا في شيء كلش ويرد. وصلنا تدرون وين؟ يعني تخيلي انك توقفي كذا وهي قاعدة تحكي. صراحة بين انه انا اشوفها انجاز وفشي كلش واو، وبين انه اشوفها فضاوة، ما اعرف ليش عندي يعني تو سايد بالتفكير بهذا الموضوع. تدرون وين وصلنا؟ وين؟ الختام. ما ادري. يلا. لو اخذنا بريك ليش؟ ليش؟ واخذنا بريك لان وصلنا للختام. اوكي، وصلنا لكم الختام حلقتنا لهذا اليوم، باكر نتلقاكم بحلقة جديدة من هاشتاج شباب. Au revoir. Bye bye.